بعد بقول لا تنسون أفكار الصباح ويا جماعة ترى ابتسامتكم اللي علم حياكم أنتو سرها من هني من هني بقى سرها. إن كان في شخص داخل يزرع لك هالابتسامة فخيرا بها، إن لم يكن هناك شخص فأنت زرعها بنفسك لنفسك عشان نفسك. عسى ربي يديم هالأشخاص الجميلين في حياتنا دائما لأنهم سر زرع هاي الابتسامة. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. شكرا لكم، الله يعطيكم الصحة والعافية، منتظر.